انه اولا يعني نحن الحريه والتغيير الانخراط تاع في العمليه السياسيه ما جديد، يعني الانخراط تاع الحريه والتغيير في العمليه السياسيه تم منذ اطلاق اليونيتامز للعمليه السياسيه بتاعتها في يناير من العام الحالي اللي هي دي عمرها اكثر من 9 شهور، وباستمرار الحريه والتغيير كان عندها تصورات مستمره قاعد تطرحها للراي العام وللميسرين والوسطاء الدوليين حول طبيعه العملية السياسية التي يمكن أن تنخرط فيها. نحن زي ما ذكر جعفر قبالي، نحن بالنسبة لنا إنه يعني ده واحد من الأدوات المعتمدة عندنا هي هذا الحل السياسي، لكن اللي بيحدد إنه نستخدم الأداة دي ولا لا هو هل الأداة دي حتحقق الغايات اللي نحن قاعدين نناضل من أجلها ولا لا. يعني إذا ثبت بالنسبة لنا إنه بتحققها بنمشي فيها، إذا ثبت إنه ما بتحققها ما بنمشي فيها يعني. وبالتالي التطور الرئيسي اللي حصل مؤخرا وكان مصدر لكل الاخبار الموجوده في الساحه مؤخرا انه نما الى علمنا في الحريه والتغيير انه المكون العسكري الانقلابي قبل بالدستور الانتقالي لنقابه المحامين كاساس لنقل السلطه المدنيه. كما هو معلوم يعني من قبل الفريق اول عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحه او الفريق احمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع، هم في تصريحات صحفيه متعدده قالوا انهم هم ملتزمين بتسليم السلطه للمدنيين وخروج خارج العمليه السياسيه وخارج الحياه السياسيه. بالنسبه لنا احنا في قوى الحريه والتغيير طبعا يعني الخروج للمؤسسه العسكريه خارج السياسه ده مطلبنا وده مطلب الشارع، ولكن نقل السلطه للمدنيين ده هو الحاجه اللي في حولها في كويشن مارك. يعني ما الذي نعنيه بنقل السلطه للمدنيين؟ باستمرار بنفتكر انه نقل السلطه للمدنيين ده يعني الانتقال لترتيبات دستوريه انتقاليه بتضمن استكمال مهام ثوره ديسمبر المجيده. وبالتالي يعني اذا كان في اي حل سياسي حول ترتيبات نقل السلطه للمدنيين، احنا في قوى الحريه والتغيير بنحدد انه ده الحل السياسي اللي احنا بنمشي فيه ولا لا بمدى قربه من تصورنا للترتيبات الدستوريه الانتقاليه اللي فعليا بتكمل المهام بتاعت ثوره ديسمبر المجيده. وباعلان او ب يعني اختارنا بانه المكون العسكري قبل الدستور الانتقالي لنقابه المحامين كاساس لترتيبات نقل السلطه للمدنيين، ده كان مؤشر ايجابي بالنسبه لنا لانه نحن شاركنا في صناعه الدستور الانتقالي ده وبنفتكر انه هو اساس يعني جيد لترتيبات انتقاليه فعليا بتضمن الوصول لانتقال يعني امن ومامون. وعليه في قوى الحريه والتغيير كونا عن طريق لجنه الاتصال تحت الحريه والتغيير لجنه مصغره، اللجنه المصغره دي يعني دخلت في اتصالات غير رسميه مع اطراف عديده، مع الاليه الرباعيه، مع الاليه الثلاثيه، ومع المكون العسكري عشان تعرف بدقه ما الذي يعنوه ب القبول بالدستور الانتقالي كاساس. يعني ما استمعنا اليه هو انه من طرف هم قبلانين بالخروج فعلا من الحياه السياسيه، انهم هم قبلانين فعلا بما اتى به الدستور الانتقالي لنقابه المحامين من انه هياكل السلطه كلها تكون هياكل مدنيه في مستواها السيادي وفي مستواها التنفيذي وفي مستواها التشريعي، وان يقوم مجلس الامن والدفاع برئاسه رئيس الوزراء، وان تلتزم القوات المسلحه والمؤسسه العسكريه بالمهام المنصوص عليها في الدستور وفي القانون. وبالنسبه لنا طبعا ده هو الذي يمكن ان نطلق عليه يعني الاشاره الايجابيه التي يمكن ان نلتقطها وان نبدا بناء عليها بالنقاش الجدي، فاذا ما كان هنالك فرصه فعلا للبلوغ الحل السياسي ولا لا يعني. لكن كل الكلام هو وقف في الحته دي ما اكثر من كده، ومن ثم مباشره نقلنا الكلام ده لمؤسسه الحريه والتغيير عبر لجنه اتصالها، من ثم المكتب التنفيذي، وبالامس المجلس المركزي صغنا الكلام ده كله في ورقه. خطواتنا اللاحقه انه الورقه دي هي
طرحنا الآن للرأي العام، حنناقشها مع القوى الديمقراطية الأخرى، حنناقشها مع القوى الأخرى الشريكة لنا في مشروع الدستور الانتقالي المعد بواسطة نقابة المحامين، عشان فعلا الرؤية التفصيلية حول ترتيبات نقل السلطة دي تكون بتتسم بصمة الشمول. وده ما يؤكد مرة أخرى إنه إحنا إطلاقا لا بنمشي في حل البرانة، لا بنتجاوز قوى الثورة ولا بنتجاوز صفة الشمول في الحل المطلوب يعني. وبالتالي الورقة دي والرؤية دي هننفتح بيها على القوى الأخرى عشان الرؤية التفصيلية تكون فيها عبارة عن جماع للرؤى المختلفة، ودي بتشكل الأساس التفصيلي لاحقا لأي عملية سياسية. هذا هو كل ما دار في الفترة الماضية، وهذا هو ما نبتغي أن نقوم به في الفترة القادمة. نأكد أنه في قوى الحرية والتغيير نحن يعني زي ما قال جعفر قبالي، يعني طبعا شيء طبيعي للغاية في تحالف واسع زي قوى الحرية والتغيير أنه يكون في تباينات في الآراء هنا وهنالك، لكن يعني بنقول للناس المنتظرين يعني واقفين في ضفاف النهر يعني منتظرين جثة الحرية والتغيير سيطول انتظارهم. الحرية والتغيير موحدة ومتفقة، والرؤية التي صدرت بالأمس صدرت بالإجماع من المجلس المركزي الذي كان محضور من كل مكونات قوى الحرية والتغيير. قوى الحرية والتغيير ستمضي موحدة في طريق مقاومتها للانقلاب، وستمضي موحدة لإنهاء هذا الانقلاب بالوسائل الثلاثة المعتمدة لديها. تباينا مصدر قوة بالنسبة لنا، وبيثري الرؤى بتاعتنا وبيجعلها أكثر تماسكا وبيجعلها أكثر تعبيرا. ولذلك قوى الحرية والتغيير هي التحالف الأوسع الآن في البلاد، والأكثر تنوعا والأكثر تعددا والأكثر تعبيرا، وهو الأوسع من ضمن التيارات المختلفة بتاعت قوى الثورة. نظل باستمرار منفتحين على بقية قوى الثورة، نرى بأن لا مخرج لهذه البلاد بدون وحدة قوى الثورة، وسنظل منخرطين في كل المبادرات اللي وصلنا فيها سابقا من أجل توحيد قوى الثورة، لأنه ده شرط رئيسي لإنهاء الانقلاب وشرط رئيسي لتأسيس أي انتقال ديمقراطي مستقر ومستدام. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أكرر شكري للإخوة والأخوات الحضور. التغطية هذا المؤتمر المهم، وهو في إطار كما ذكر إخوتي من قبلي التواصل مع الرأي العام والشفافية وتوضيح كل ما نحن بصدد عمله، لأن ما نفعل حقيقة هو يعني السودان وأهل السودان كلهم مجتمعون، ويسعى لتحقيق أهدافهم ومطالبهم كلهم مجتمعون. ما فصله الأخ خالد الآن يوضح بجلاء كل الاتهامات التي تحاول أن تقول أن قوى الحرية والتغيير داخلة في اتفاق ثنائي أو شغالة في موضوع أمغمتي. لا في ثنائية لا في أمغمتي في المسيرة اللي احنا ماشيين فيها. ما فصله الآن من رؤية واحد ولا واحدة من كل الذين تابعوها وشافوها ويشوفوها مفصلة يطلع لنا مش سطر، كلمة واحدة في حاجة تعني قوى الحرية والتغيير أو مصلحتها الخاصة أو حاجة عايز تستأثر بها عن بقية شعب السودان، ولا كلمة، ما في كلام زي ده. ولذلك أن احنا عشان كده كلامنا واضح معلن بالشفافية، وما فيه أي حاجة ثنائية، لأنه هذا الوطن وطن للجميع، تعرض لاختطاف، تعرض لمشاكل. نعمل جميعا عبر ثورة ديسمبر المجيدة والقيم التي أتت بها لاسترداد الوضع لصالح الوطن والمواطن.